المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالشؤون الصحية في الحرس الوطني القطاع الغربي الدكتور منصور أحمد الجندي، والمدير التنفيذي العميد مهندس خالد محمد باكلكا يوم أمس السبت حملة التوعية لليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة تحت شعار الإعاقة فكر وليست جسد بقاعة الدكتور عبدالعزيز الانتجاني، وبحضور منسوبي الجهات المشاركة والأقسام من داخل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ومسؤولي الإدارات. ثم قدم الداعية الإسلامي الشيخ عبدالله بانعمة كلمة أوضح فيها جهود ذوي الاحتياجات الخاصة التي تفوق التصور، وأن قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة قد تفوق قدرات الأصحاء. كنتم تشاهدون التقارير المرئية من جريدة المدينة، قدمها لكم أيمن خضر.